من غير المعتاد أن تخرج المرأة لتحتج في مجتمع ذكوري، لكنك الضرورة حينما لم تترك الميليشيات شيئا إلا ومسته بالضر. هكذا تقول هؤلاء المحتجات. عشرات النساء خرجن في مسيرة هي الأولى من نوعها في محافظة الجوف للتنديد بانتهاكات ميليشيا الحوثي وجرائمها المتكررة بحق المدنيين، والتي كان آخرها استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء منتصف الأسبوع الماضي جراء استهداف الميليشيا لحفلة وسط مدينة الحزم مركز المحافظة. ندين ونستنكر بأشد العبارات شد عبارات الإدانة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من جرائم القتل واستهداف الآمنين والمواطنين الأمينين في بيوتهم ومساكنهم. وكان قبل أسبوع في الأسبوع الماضي استهداف عرس للنساء والأطفال. العشرات بل المئات في الجوف وفقا لإحصائيات غير رسمية، وما فتئت أرقام الضحايا تتزايد كل يوم. ولكن خارج اهتمامات الأمم المتحدة وسجلات منظماتها المهتمة بالإنسان التي لم تصل إلى هذه المحافظة، رغم نداءات ودعوات المجتمع لها ومطالباته الدائمة برصد وتوثيق الانتهاكات وتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية حيث تجاوزت الأعراف والمواثيق الدولية. نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم وتصنيف ميليشيا الحوثي إلى جماعة إرهابية بما تقوم به من هذه الجرائم التي تكون ضد الإنسانية. لا تتوقف الميليشيا عن استهدافها للأحياء المأهولة بالسكان، ولا يهمها الضحايا الذين يسقطون خدفا لصواريخها وقذائفها العشوائية، أو كما تقول هؤلاء المحتجات التي يقللن من الدور الأممي ومنظمات حقوق الإنسان في إدانتها ورصدها للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين. كثير نحن ضحايا انتهاكات الميليشيا، وكثيرة هي الدعوات والمطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. فهل تنجح مطالبات هؤلاء النسوة بانتزاع موقف أممي يدين جرائم الميليشيا هذه المرة، أم أن الحال سيبقى كما هو عليه من التجاهل وعدم التجاوب مع هكذا احتجاجات في نطاق السلطة الشرعية؟ على الجرادي قناة بلقيس الجوف.